جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم شمس الدين الذويد. نعاود ارحب بيك من جديد شمس. ما عادش عندنا برشا وقت نقوي شويه ريتم به. ظهر لي احسن حاجه في باساج يقعد دو تشامبيونز ليغ في عام مئويه ما يتعاودوش. صحيح في 6 شهور براتيكمون تيز تشامبيونز ليغ الاولى وتلقى روحك تلعب على تشامبيونز ليغ اللي هي وقتها كاكسيبسيونيل صارت اللي باش تلعب في 9 ورا بعضها في 6 شهور. الناس كل من وقتها حاطين دي زوبجيكتيف اللي وهي برونابل فهمت. كان عندنا جروب باهية برشا الملاعب هي لولا صعيبة شمس لولا سيفتو ما كان حد مرشح صحيح هذيك الحاجة الافونتاج اللي غدرنا بها الناس الكل معناها الناس الكل ما كانتش معناها حسبت الحساب والعام اللي قبل كنتوا اقوى الافكتيف كان خير كان خير وقت خرجنا دمي فينا اي مع الاهلي الانكار ظهر لي انكار دمي فينا انكار مع فوزي بنزرتي خرجنا في الانكار وقت عملنا مباراة محترمة في مصر وفي تونس معناها فما الديتاي اللي خسرنا بهم الماتش حاصل العام اللي بعده صحيح كنا مش في القوة متاع الجروب الاخرى اما حتى حد ما حسب لنا حساب هذيك الافونتاج فهمت وقتها الروبون صار من ماتش ليتوال في رادس معناها كيفاش باش وقت مع سي خالد بن يحيى كيفاش باش يكون نيفو الملاعب حاضرين ليه فهمت وقتها فما مشاكل صايره في الجروب فهمت وقتها مانيش قاعدين نقنعوا فهمت في الشامبيونا زعما ليه حاسيل بعديك مشيت الامور وقتها ربحنا 2-1 ليتوال في شنو حكايتك مع الفينال؟ مرتين نهائي ما تلعبوش والله جاب الصلح لما حاله هو جاب الصلح وقت فيل ما لعبش فينال دالي عادي ماتش باهي فينال ونهزوا تيتر فرحة له بالطبيعة صاحبي دالي صاحبي حييه فهمت صاحبي على الاخر الحقيقة يعقوبي معناها بيت انا وياه صحاب برشا انا وياه ورامي معناها 10 3 سنين الاخرين قاعدين براتيكمون مع بعضنا ونفسها شفت الشامبيونز ليغ الاولى نيخو كارتون في في الانكار في الروتور ونيخو دوزيام نخوها في الانكار والتروازيام نخوها في الماتش الفينال اللي نفسها بالضبط كاتبه المهم معناها التيتر تهز شمس رغم التتويجات كان فما ديما انتقاد خاصة اللي ترى الفني ديما يقولوا ترى ما تقنعش رغم التتويجات معناها كيفاش تشوف الحكاية هذي كيفاش تعاملوا معاها انتم خاصة مع اللي ترى الفني في الفيستير مش كل شيء نعمل له حسابه كما نحن مانيش كل شيء نكبروه نحن في الفيستير كإطار فني كملاعبية معناها كي باش تسمع كلام البرا الجمهور الاسبيرونس ظاهر معناها ديما يحب على القاب ديما يحب جمعيته به وذيك اللي نجح الليكيب فهمت تاويكا مثلا تمشي اي جمعية خلاف معناها كيما نقولوا الكاليبليخ الاهلي ولا ديما تهز تيتر بعديك تلقاها كلاسمون رابع خامس في الشامبيونات نتاعها العام اللي بعده نحكي لك يصيرك ريلاشمون في الاسبيرونس ليه تهز يعملوا عليك بريسيون جمهور تعمل عليك دي فاسون انت كرئيس نادي يلزمك تجيب لاعبين باهين انت كلاعب يلزمك تعطي اكثر ما عندك باش تاخذ بلاصتك العام الجاي كما نقولوا نحن هذاك اللي خلى معناها هزينا الشامبيونز ليغ الثانيه فهمت في رايك كانت في 6 شهور اما البريسيون ساعات باهيه كل ما لعبت الاسبيرونس سوبريسيون كل ما عدينا ماتش شويه كبار في رايك الترجي صنعت معين الشعباني والا معين هو صنع نجاحات الترجي وقتها خاصه دو تشامبيونز ليغ عملهم حتى حد قبل الحقيقه هي من الاول عملنا خدمه باهيه مع سي خالد سي خالد معناها راهو عنده دوره في ليكيب هذيك صحيت اونترينور عمل جمعيه بالكدا وكان حضرنا وقتها في البريباراسيون بالكدا وكان مع سي معين وسي مجدي وكذا وصبري بريباراتور معناها خدموا خدمه باهيه من بعديك كي بدينا احنا باش نعطيو كيما نقولوا في صحيت ثمار هو وقتها قرر باش يخرج كي قارب شي يخرج كمل خدمه سي معين براتيكمون معناها يعرفوا البروجرام ايش باش تلقاه حاضر الجمعيه حاضره اما عنده بصمه كيفاش معناها ثم حاجات تبدلوا فهمت ثم حاجات معناها
انت مش كيما انت تخدم كيما زميلك فهمت. شنو ثم 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 حاجات ثم حاجات ثم حاجات ما كناش نعملوهم فهمت. حسيرتو في البالاريتي فهمت. ما كانش فما بلوكاج فهمت. ما كانش يخدم بهم فما حاجات هو مخو من قبل فهمت. وطورهم واحنا ديجا نعرفوهم فهمت. وهو قريب لنا فهمت. خدمت ديجا معناها كي تحط هو معناها ديريكت معناها كملنا الاثنين معناها ما بدلش برشا حاجات. خدمت مع برشا مدربين بن يحيى السويح فوزي معين. شنو الفرق بيناتهم؟ كل انترينور والفيلوزوفي نتاعو كل انترينور كيفاش بيرسوناليتي نتاعو كيفاش يخدم كيفاش معناها الكومبورتمون نتاعو مع الملاعبيه كيفاش كل واحد وكيفاش يهبر وكيفاش طريقته في الخدمه فهمت. فما واحد مثلا نبدي لك من الاول معناها سيميه الكنزاري براتيكمون قريب برشا الملاعبيه ويحب الملاعبيه الكل و بون مش صعيب برشا اما هو ملاعب يحس بالملاعب فهمت. مش كيما مش واحد تعلق اونترينور مش لاعب كوره. هما الكل سميتهم لك تقريبا بون اغلبهم لاعبين كوره. اغلب خالد بن يحيى معين فوزي مش لاعب كوره اما هو احسن واحد براتيكمون فهمت. حاسيل قريب برشا من الملاعب يحسك فهمت. حتى كي تعطي باس غالطه انت معناها انت مثلا قصدها اللي كنت ساعات تضربك كي تمشي تخرج واحد راسها راس كيما البونتو اللي تمركته المعز منيا نسيتو البونتو اللي تمركته المعز ماشي بيجا يا حسر حسيل ويشلق بيك قلت لك حبيتها غادي حبيتهاش راسها راس فهمت. يشلق فهمت فهم لا فهمتك اش تقصد هما مثلا هذه معناها حاجه خاصه بما كان زي معني قريب الملاعبيه ويحس وكذا فهمت. صحيح ما مشيتش معاه وقت ما هزينيش معاه تيترويت اما خدم خدمه به ومدرب معناها يستحق الخير الحقيقه نتاع ربي. بعديك كرول فما كرول زاد ملاعب كبير وصلح جماعي وعمل جماعي اما من الاول قالوا راه عندك الجماعي نتاع شامبيونز ليغ فهمت. نجمو تتحسن جماعي هذيا ويجيو ديزيلي مون باهين نجم تلعب اما وقت خرجنا زاده شكون انا يعني جيت سي خالد بن يحيى الاولاني وقتها معانا ما نجحش معناها كان عام صحيح سي عمار تحفو نحبو على الاخر سي ملي جي معناها هو كولت كنا باهي معاه صلح برشا وعملنا ماتشوات باهين على الاخر وملي جي معناها هو ديجا معناها ولد حاملين في سما حاملين فاز معناها كوب دو تينيزي وقتها ما حاملين معناها سي عمار تربط اسمه بال حاملين معناها فهمت. كي جي قال لي راهو انت ولد حاملين في واحد قال لي راهو معمل عليك معناها عبد عطاك مسؤوليه كبيره لازم تكون قادها فهمت. عملت عام باهي معاه فهمت عملت عام باهي وهزينا وقتها كوب دو تينيزي والشامبيونا معناها تظلمنا فيها ما ذيك هي الكوره معناها نهار معاك نهار حاسين ما نرجعوش فيه الموضوع في الشامبيونز ليغ فما تصريح عملته في نهائي الوداد كان ينجم يعمل مشكله الترجي نتاع الفار وقتها اللي قلت ما في بناش وقتها بالفار ما تخدمش فكرت ولا ما في بناش من خاطر شفت في الاسبيرونس ثم حاجات ما تسمعش بها يعني خليوك انت جوار لاهي بالتيران ولاهي بكذا وكذا انترونور عندك كذا وكذا وكذا مسؤول تتلهي فهمت. مش يجيك انت ملاعبي نتاع كوره عندك ماتش يقول لك لو عندك جوار باش يدخلك بعضك ولا كذا فهمت. انا واحد من الناس بالرغم ما لعبتش وواحد ما قالوا لناش معناها الناس كل كونسونتري اللي معناها فما فار واللعبه باش تلعب والاربيتر جو به والادفرسير قدامكم والكره عندكم والجمهور يدز وان شاء الله زينه فهمت. فما حاجات ما تدخلش فهمت. تو جماعات اخرين يقول لك راه رد بالك راه فما فار ما فماش فار معناها برا فالح تدخل فهمت. تولي خلي كونسونتري خويا راهو ما راهو هكا 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 راهو عندك انت مسؤول مثلا مسؤول راهو مش جاي الفار هو باش يسكب بالخدمه نتاعو انت ملاعبي عندك خدمتك فهمت. مشيت تبعت سوبر شمس كيفاش شفت الترجي سوبر علاش مشيت الساعة؟ حسيت روحي لازم نمشي تقف مع الحقيقة اي ماتش فينال ديسيزيف جروب جديد اونترونور جديد فما ضغط على الملاعبية فما ضغط على المدرب حبيت نمشي ونشوف صحابي
ونعاون باللي ناجح فاهم. الحقيقه فرحوا بيا معناها من الباب الحقيقه، الناس كل اللي يخدموا غاديك، السيكوريتي، الملاعبيه، المسؤولين، رئيس النادي، معناها الحقيقه معناها عجبتهم كي جيت كيف جيت واحد. والولاد معناها كانوا في المستوى، عملوا ماتش باهي. كيفاش شفت راجي نسخه الجعايدي؟ فما حاجات تبدلوا فنيا؟ سي نورمال، فما برشا ملاعبيه خرجوا. ستيل دو جو هو معناها يخدم به، معناها تاك بلاسي. فهمت. شيما تكتيك تبدل مثلا ثلاثه في اللاكس، كيفاش تشوفها وانت اكسيال؟ هي راهو باهية عندها حاجه تخرج. صحيح، تو تقول لك ثلاثه التالي معناها 5 3 2 ولا 5 4 1 ديفونسيف، هي اللي هي كي تشوفها معناها اللي لي زارير براتيكمون باش يقعدوا القدام، باش يعملوا اكثريه معناها اوفونسيف. فهمت، باش يقعدوا الثلاثه اللي في اللاكس هذوك تولي تهاجم براتيكمون بسبعه ملاعبيه. فهمت، هذاك لافونتاج ديما. اما شنو هي في الريكوبيراسيون، في الريكوبيراسيون يلزمك واحد كيما نقولوا كيكولي كولي كوم كي واحد فران. فهمت، باش قبل ما توصل للديفونس فما قدامك حيط كما نقولوا نحن، فهمت، مش ميتا اما على 10 كور كي تعدى ثلاثة أربعة ينجموا يجريوهم. فهمت، فمش كل كورة تمس الديفونس. فهمت، اليوم شمس ثم خمسة في الأكس تاع رجي، شبار، توغاي، بدران، شمام، اليعقوبي، شنو رأيك في كل واحد فيهم؟ خاصة شبار شفته، شنو رأيك فيه؟ نتصالح تعرفه من قبل. صغير، أي صغير، عنده دي كاليتي باهي، التاي باهي، بدنه باهي، ذكي. الفينال ما عملش ماتش كبير، اما بيرسوناليتي قويه معناها في البريسيون هذيك وفينال و تلعب معناها كيما نقولوا احنا راكز. فهمت، مش شكل اللي فرفش. اما صحيح غلط وعاديه نشوفها عاديه. فهمت، اما عنده في سقيد فل وعنده مستقبل، لازم يصلح ثم الغلط يصلحهم. فهمت، بصراحه ما عندكش بلاستيك بيناتهم؟ لا لا شنو هو ده؟ ما ندخلوش هذا في هذا. من النقاط نتاع اللاعبين اللي موجودين معناها ملاعبيه باهيين. فما الاكسبيريونس، فما لي جون هذوما شبار، فما زاد ملاعبيه صحاح كيما بدران ويعقوبي، ملاعبيه هذوما اللي معناها ينجموا يلعبوا، خليل يعاونهم. الشتي مثلا رجع احتياطي، كان من نقاط الضعف الدفاعيين خاصه عمناول. شتي ان بون جوار، اما تكتيكمون ناقص براتيكمون، هو وبالغيث تكتيكمون ناقصين معناها ملاعبيه صناعيه في ساقيهم يكوروا مليح. شتي راهو فيزيكمون فالابل على الاخر، معناها يعادلك ماتش طالع هابط معناها ما يقلقوش، وزاد اكسبلوزيف يجري برشا. فهمت، ينجم يعاونك. اما جنيه ديما ضايع في الالينيمو مثلا في الكوفرتور، هذيك يقلق. فهمت، في الوقفه مثلا تبدا عباد ويقفه هكا، هو تلقاه ديما كالمتر وزوز عنده. فهمت، هو خدم عليها مسي معين وقتها، خدم عليه وحب يصلح وكذا واحد وتصلح، جات بريود مريقل واحد ومن بعديك نعرفش صاير تو. فهمت، بالكش الملاعبي ما عادش عينه يحب يخرج معاه، خاطر يبدا المخ في حاجه اخرى، ما تنجمش تعطي شيء في التيران. فهمت، صحيح. اما هو راهو كان ملاعبي قيمه ثابته. فهمت، اما تكتيك مو ناقص معناها هذيك هي. تجربتك في قطر الشمس علاش ما نجحتش؟ صارت لي مشكله في من الاول، سافا الناس الكل فرحانين بيا. فهمت، مسؤولين وجوار جاي من سبيرونس عطاوني قدري وكذا واحد، بديت نلعب وعطيت لي اضافه وسجلت وكنت معناها براتيكمون بو انا مش كابيتان، اما كابيتان معناها صحيت لي دور عباد تسمع كلامي و واضحه. فهمت، صارت لي بليسير وقتها ميسكولير، ارتحت وبعديك رجعت. الرجعة هي اللي كانت معناها مزروبة، صحيح. هي كي رجعت سافا الأمور، بديت نرجع بشوي بشوي وكذا، صاروا دي بليسير في الليكيب. تضرب لك سيال اللي بجنبي مسنس يلعب، حط التروازيام يزيد يتضرب، حط بيفو
زي التدرب معناها بلاصتي تدخل ريفال جدي ومدربه ريفال جدي يعني وقتها ما عندوش خيارات فهمت انا كونترنور ناظرو اما ما تجيش معناها تجي انا على حسابك على حسابي انا فهمت صارت عليه بريسيون يلزمك ترجع قبل توتر شويه علاقتك معاه وقتها صحيح كانت بيه علاقتي معاه ويستشيرني في كل شيء ونسكنوا بعضنا براتيك ما في الاوتيل كان قريب لي فهمت توترت الحقيقه وقتها من اللي حسيته وانا يحب يرجعني قبل المنبره توترت معناها وليت معناها خرج في راس راس كيما نقولوا مع المسؤولين شافني معناها نحل في الخطا وكذا قال لي هاك حاضر واحد ونحشتي بيك وكذا هو ما غاديك شنو تجيب لعب بروفيسيونيل ماذا بهم تلعب لهم عام كامل فهمت ما ترتاحش لا ميكال لا اوفيسيال لازم تلعب ماتش كود كيما نقولوا احنا فلوسك تحل لهم على اكثر من حاصل انا كان قلت ليرا وجاوي به نرجع في وقتي وصافا وكمل على روحي سيزون جاوي به فهمت ديجا بداو يكلموا في جامعه تخريم غادي حاصل اخذت بالخاطر مشيت لعبت لعبت مش لعبت انا ما وصلتش للماتش السيونس الاولى كما نقولوا رجعت فيها مع الجروب عبدت تحيرت عبدت تقطعت نفسها عندك مشكلة شمس في الإصابات فما إصابة مقلقتك معناها حتى براتيك مو مسيرة كاملة ولا ليه ها انا ظهري ظهري كنت قبل معناها بابا مغروم بالمشكلة سيون واحد فهمت حتى كي كبرت قعدت مغروم بالمشكلة مغروم اي مغروم ونمس حديد وكذا واحد يبدا واسي وفاي كما برشا مش باهي برشا الملاعب صحيح مش باهي اما لازم هو اما تخدم وحدك خاطر انا صغير فهمت نمشي للصاله وحدي نبدا ندز معناها مش واحد باش يوريني كوتشيني تعمل شيء هذه تعمل شيء كما نقولوا بالدنيا تفلح صحيح هكا كنعفس هكاك وقتك مشيت بديت وقت انا صغير بديت صارت لي وجايع في ظهري فهمت فما فقرات تحرك ولا حاجه فهمت قسيت وقتها اما قاعد مقلقني فهمت يزمو كيما نقولوا نحن يزمو لهوة فهمت كي مشيت لسبيرونس الحقيقه تليو بها الحكايه هذيك ياسين قال لي هذا حديد وانسيه معناها احنا رانيوك فهمت وفما اكزرسيسات يزمك تعملهم باش تمنع كيما نقولوا كاريرك سينو كي مش كمل كيرا ما باش تقعد كل مره يوجعك ظهرك لين حد ما عاش يتلهى بيك فهمت حاسيلو بديت معاهم ريدوكاسيون تاعي ليزيتيرمون كذا ليزيكزارسيس واحد جاوي باهي معناها فهمت واللي بليسور اللي صاروا لي معناها في الاسبيرونس ولا قبل معناها يصيروا عادي فهمت اما من الاول كي بديت في الاسبيرونس تبدل علي الريتم فهمت مثلا في حامل تلعب كان شامبيونا فهمت تلعب ماتش وترتاح في برشا ماتشات في الاسبيرونس فما برشا ماتشات وصار وقتها فين باش ترتاح تلقى روحك ستاج ايكيب ناسيونال فين باش ترتاح تلقى روحك عند الشامبيونز ليغ تلعب ربع واحد ربع واحد فهمت الريتم تبدل صحيح صاروا لي وقتها تقلقت شوي اما بعد سنست بالريتم في ليبيا اول ما مشيت ليبيا عملت ديكلاراسيون باش تقول الاتحاد الليبي قلت ترجي حتى هم زدت بالطياره وقت نزلت وقتها من الطياره ما يتنحاش متنحاش هذيك اما عرفتها جاني قال لي شقول الجمهور قال لي الجمهور ترجي كنت وجاليه مع علي العامري وغازل العيادي في ليبيا هذيك اللي حاجه الباهيه معناها كنا مع بعضنا ثلاثه توانسه فما برشا توانسه هما غاديك اما كنا انا وعلي وغازي معناها عرفت كي واحد كي دخل معناها يلقى لعبية معاه فما زاد وقتها فما زعبية زاد معنا لعب معي في من الأخيرة ما لقيتش مشاكل غادي كاد دخل ديريكت في الجروب وباهين معناها اللي باين نشكرهم مسؤولين معناها كل شيء وكان تجربة باهية هزينا الشامبيونا كانوا هما براتيكمو 10 سنين تو غايب عليها من الشامبيونا أما لعبوا في العشر سنين لعبوا كان تروا سيزون فهمت فرحة هستيرية الحقيقة أول فرحة ماتش الدربي مع الأهلي الدربي عندهم حاجة ما فهميش بلاد تتسكر في الدربي كما نقولوا أكثر منا أكثر قلت لك بلاد كلها في روحنا بعد يمكن 3-4 سوايع وصلت للوتيل كيس معبي
كيس معبي والعباد كلها البرة ودرنا بالكار مشينا فهمت. عندهم ديربي مش عادي فهمت. هم قبل هم يقولوا معناها سيل دم كما نقولوا نحن في عادة القدافي ثم شكون ضربوا بالكرتوش وماتوا فهمت. فما معناها كره شديد ما بينيات حاجة هي الأهلي محسوبة على القدافي معناها هو بدي معاهم سعدي الغالي ولده فهمت كان معاهم وبدل الاتحاد كان مع الأهلي وبعد كده بدل الاتحاد فهمت. حسيله عمل فيهم كدوزي كيف عمل فيهم. هو في الخير معناها ما تدخلش معناها السياسة في الكورة ولا من حاز الجمعيته فهمت. كما قبل كانت الاتحاد متعذبة فهمت ظلمها برشا كي بعدك مشى الاتحاد بالعكس الاهلي برشا فهمت هذي خلفت معناها عباد مهبولة بالكورة صحيح وكره شديد ما بيناتهم ما عندكش حتى ادنى فكر. عديل البروف اللي كي ربحت الاتحاد تسكرت البلاد. عديل عمري كنا نلعب معاك انا نعرف شيء لك بما مش الكلوب بطلب رايك. طلب رايي شنو طلب رايي قلت له راهو انت كجوار كي باش تمشي فريق كلوب افريكان راهو فريق كبير اول حاجه قاعده جماهيريه كبيره عنده تقعد مشكلتك معناها فلوس معناها فهمت. هي مشكلتها فلوس الكلوب. قلت له انت كاوبجيكتيف كنادي معناها راهو نادي كبير فهمت تقعد لك مشكله الفلوس. كان انت عندك كلوب معناها قراب الفلوس لبعضها نجم تمشي وين تحب فهمت. اما راهو الكلوب راهو مشكلتها فلوس. قلت له قلت له تنجم تصحب اللي تحب تصحب مليار فهمت. اما مليار تصور شي فيها 50-60 مليون زعما باهي معناها وبعديك تقعد تشكي وكذا فهمت. بعديك عمل اللي في راسه ما سمعش كلامك ليه. انا نصحته قلت له راوي كيب راو هكا وهكا فهمت. هو يعرف اما حب يعرف فهمت حب يزيد كيما نقولوا نحن يرتح ضميره فهمت. حب يزيد ياخو حاجه. قلت له راوي هذيك مشكلتها فلوس. كان امورك واضحه في فلوس فازي مشي على روحك وقتاش ربي يوجه خير علي صاحبي فهمت. وقتاش حسيت روحك شمس تظلمت في المنتخب بخلاف اللي حكيت عليه معنا بين معلول فما بريود كنت تلعب بس في تراجي بانتظام مردود باهي لكن ما نلقاكش في كوب دافريك في انغولا ظهر لي في انغولا وقتها فما وقت عملت براتيكمون عام باهي نعمل نلعب في ماتش ويد باهين 2017 مع سي عمار مع سي عمار 2016 ظهر لي حاسيل قعدت ثم قبلها بيريود ما كانش ما استدعونيش حاسيل عملي قبله عملت اوبيراسيون وقتها وبعد شوي بعدك رجعت مع سي عمار عملت عام باهي وقتها كاسبر جاك وقتها انترينور خمم فيا وكلمني وكذا قال لي راهو مشيت للكان مع كاسبر جاك ما لعبتش قبلها قال لي راهو مخمو فيك وحضر روحك فهمت باش نتفرجوا فيك ونتبعوك وي. طبعا كلمي سريال قال لي راهو يخمو فيك راهو اما دي فما حاجات فهمت باش يوصلوا لك باش انت كرة عندك كما نقولوا نحن باش من نهار اخر يقول لك ما خبيتش عليك جاني رياض قال لي راهو الكيب ناسيونال يخمو فيك جيب روحك. عملت ماتش ويد باهين وقتها رجعت كونتر غينيا كاليفيكاسيون كوب دو موند في مستير وقت غينيا حاسيل ربحنا غينيا 2-0 ولعبت ماتش ليبيا في الجزائر ربحناها انا 0 واحد بالخزري بنالتي. بديت نلعب وقتها نلعب زوج ماتشات وفرحانين بيا ورئيس الجامعه معناها شجع فيا وقتها وقال لي راهو باكيت بلاستيك وقت نلعب 3 في اللاكس قال لي بديت تتحسن وبديت تدخل الريبير نتاعك وفازير وجاوك به بعدها مشينا للكان انغولا باش نعملوا فهمت. بدينا في الماتش ويت اميكا نلعبوا جو باهي من بعديك تنحيت اللي كان وقتها لا كاسبر جاك كاسبر جاك هذا كان الجابون تحكي ولا هذيك جابون حاسيل اللي خرجنا فيها بوركينا فاسو وقتها في اي جابون هذيك حاسيل ماتش لاميكا الاخراني بدل ستيل دي جو ولا زوز في اللاكس
زوز في اللاكس معناها باش تصعب باش تنحى واحد فهمت. كنت نلعب انا وسيام وعبد النور. نحيت انا كي باش يقعدوا زوز في اللاكس خلى سيام وخلى عبد النور فهمت. حسيلو هذيك تلمت فيها معناها كنت نلعب جوي باهي دانكو معناها تنحيت فهمت ما لعبتش هذيك اللي هذيك حسيت روحي تلمت فيها. شنو رايك في البوليميك اللي صارت او في الجارديانات حول خاصة معز وفاروق؟ شكون أجدر تشوفه في المنتخب؟ حقيقة مانيش مانيش انطرينر تاع الجارديانات ولا باش نقيم الجارديانات. معز براتيكمون ملي جيت لسبيرونس هو يشد فهمت شد ورايا برشا عندهم يقول في روح مادام قداش 13 سنة عنده في الكيب سينيور معناها 2010 غالي حاسيلو حافظوا الكاش كيما نقولوا نحن ومعاملين عليه يعني براتيكمون معناها يشد وحده في جد بريود يشد وحده وبعد كذا جاي رامي اللي قلبه بقلبه ولا رامي شد برشا ماتشات باهي خرج رامي قعد جاي فاروق فاروق ما شدش ورايا الحقيقه برشا ما شدش ورايا براتيكمون في الماتشات كيب ناسيونال وشويه فهمت استاجيت كيب ناسيونال ما حاجه باهره تبدا عندك زوز ملعبايه كونكيرونس باهيه باش ترجع الفايده على الجروب وعلى الجمعيه باش نكملوا مع ريبريك شمس بسرعه الكويز نمشيو ريبريك نتاعنا اللي هي مجموعه من الاسئله شمس جاوبني في كلمه ما غير ما تخمم برشا الكويز في انتظار انه نحضروا الروبريك نتاعنا اول روبريك هي الكويز كويز احسن لاعب تونسي اليوم تعتبره شكون في البطوله ولا تونسي اون جينيرال تونسي اون جينيرال يوسف سيك احسن لاعب في تاريخ تونس طارق ذياب شكون المدافع المحور اللي يعجبك في تونس اليوم؟ حمد علي اليعقوب احسن مدافع في تاريخ تونس مدافع اكسيا جايت رادي جايت شكون احسن اكسيا في العالم؟ فان دايك احسن لاعب في العالم؟ رونالدو احسن مدرب دربت عنده؟ رونالدو البرازيلي راه اوكي لا نحكي لك توا احسن لاعب في العالم قلت لك توا رونالدو البرتغالي وبدلت شيء احسن مدرب اللي لعبت عنده حقيقه صعيبه بعدين متخممش برشا اول واحد جاي البال شكون سي فوزي وسي عمار احسن مدرب في العالم فابيو كابيلو عجبني اقرب لاعب ليك يعقوبي ورامي جديد اكثر من لاعب ما تفهمش معاه صعيب اي معناتها بتفادليك تتناقض اليوم في فيستير حاجه هك دريس يا دريس المحيسي شكون اقوى جمهور ما تفهمش معاه صح اليوم ديما كي نحب نبربشو باش نعمل عليه جو نحبو برشا دريس اقوى جمهور لعب ضده اقوى جمهور لعب ضده عندك الوداد ثم زاد الوداد احسن بونتو ماركيتو احسن بونتو في الدربي 2017 اقل شهريه خذيتها 90 دينار اكبر حملة. شهريه ما نجمش نقول باهي ملاعب بكركار ملاعب بكركار برشا كركار اهو برشا الحقيقه برشا كركار ملاعب اللي ضر معناها بخيل فهمت وعنده دي كاليتي انورم ادم رجيب ملاعب بالعكس خدام برشا ملاعب يخدم برشا خدمت مع حسين ريكت بونتو تمنيت لو كان انت ماركيتو بونتو بون كيما نقولو انا بونتو فينال كيما نقولو
يعني البدري مثلا فينا الاهلي يوسف بليلي بونتو عرفت اللي جيب تيتر كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب باهي باش تعملي تشكيله شمس لعبتي برشا جمعيات احسن 10 ملاعبيه باش تحطي روحك اكسيال واحسن 10 لعبت معاهم شكون جارديان رامي جريد على اليمين بدوي رامي بدوي على اليسار خليل شامي شكون معاك في الاكس معايا يعقوبي قدام كولي ايه شكون معاه كولي انيس بن شويخة واحد اخر كات روات روات العب ولا كيفاش ولا كات كات دور ولا كيفاش كات 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 سانك ان كات سانك خمسة في الوسط معناها خمسة في الوسط زيدني زوز في الوسط طب قلت لي كولي وبن شويخة كهوة كولي بن شويخة دراجي وسيما دراجي دريس المحارسي دريس لاعب اخر لاعب اخر فرانكو بيفو ما فرانكو لا تكون شكون اقوى تكون لعبت معه يانيك يانيك نيانيك كانت هذه ليكيب تيب يعطيك الصحة شكرا لك شام شرفت بحضرتك اليوم ميرسي فهمنا اوكي في ساعة في ساعة ما طولتش عليك شوية بارك خفيف ميرسي سلام على الاستدعاء ونتمنى لك انت حظ وانت زين ان شاء الله نشوفك في جمعيات اخرى ونشوفك مدرب على قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق شمس الدين الزوادي شكرا اماني بن نصر في الاخراج يجمل المندب في الاخراج الرقمي يجمل تحيات اسلام المندب